مبروك لمدير أكبر شركة مخدرات بالقاهرة، عقبال الدكتوراه مع مرتبة الشرف، عشان تبقى المعلم الدكتور وفيق. في إيه؟ ضق. أنا مش بعمل لك بطاطس. بحثك لازم تكمله في خلال 3 شهور. أنا هجيب لك 3 مسجلين اللي أنت ينفع تتفاهم معاهم. أنا اسمي رشا. رشا صيدلية. السلام عليكم يا دكتور. إيه يا دكتور؟ دكتور. هز ديلك، ارفع رجلك. اقلع. اقلع. طب خش جاوب. أنا خالد قني. خلاص، وأنت موجه لغة عربية ولا تونسي ولا إيه؟